ليقارن افتعال بدكة البدلاء. يرسلها قصيرة في اللقطة الماضية. تسديدة قوية والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. 90 دقيقة تنتهي بالتعادل. يحاول الآن أن يحافظ على هدوءه، يستعد لتنفيذ الركلة الأولى. يبعد الحارس بنجاح، إنه يغطيكم الكرة في الشباك. اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في المكان السليم. يا رباه، ردة فعل سريعة يرسلها إلى الشباك. تنفيذ ممتاز جدا من اللاعب. بكل ثقة، كرة جت ملعوبة في المرمى، ركلة ترجيح ناجحة. خلص اللي عليه، سجل في هذه اللحظات. الركلة تنفذ بنجاح، علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. لا بد من تسجيلها، إذا ضاعت ضاع معها المشوار. لقطة صعبة جدا على اللاعب. كرة في المرمى.